السلام عليكم متابعينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم. أتمنى أن تكونوا بخير وفي صحة جيدة. أشكركم جدا على تفاعلكم، خصوصا فيما يخص الفيديو الأخير الذي نال استحسانكم، يعني وبلغت مشاهدته يعني أعداد كبيرة جدا. أشكركم جدا على وفائكم للقناة، وأتمنى أن أكون دائما عند حسن ظنكم. وأنا أقرأ التعليقات، هناك منكم من طلب مني وصفة للتخلص من حصى الكلي، وقررت أن أشاطركم يعني وصفة من تجربتي الشخصية، لأني في أحد الأيام أصبت بهذا المغص الكلوي فجأة، وطبعا تعرفون مدى الألم الشديد الذي يسببه هذا المغص، إضافة إلى أعراض أخرى يعني لا يمكن يعني تحملها، إضافة إلى كثرة التبول والرغبة في التقيؤ ويعني الحمى وما إلى ذلك، وهذا يدل على التهاب. بالطبع ذهبت إلى الطبيب وشخص حالتي بأن لدي حصى صغيرة جدا في الكلى، وقد تحركت يعني وصارت في المسالك البولية. طبعا التزمت بوصفة الطبيب وقمت بأخذ الأدوية اللازمة إضافة إلى المضادات الحيوية، ولكن في نفس الوقت قمت بعمل هذه الوصفة التي يعني أعطت نتيجة جد جد باهرة، وهي وصفة سهلة جدا وبمكونات طبيعية. الوصفة كالتالي: إذا سنحتاج لها يعني تفاحة، وسنحتاج إلى الليمون الحامض، وإلى كأس كبير من الماء. إذا كخطوة أولى سأقوم بأخذ القشور، سنحتاج قشور التفاح فقط. سأقوم بتقشير التفاح، سنحتاج القشور فقط. إذا الوصفة سهلة جدا وتعطي نتائج أكثر من رائعة، إذا أتمنى أن تفيدكم أيضا. طبعا داومت على أخذ الأدوية إضافة إلى هذه الوصفة التي كنت أستعملها. إذن هذه هي قشور التفاح. إذن هذه القشور أقوم بإضافة لها كأس كبير من الماء، وسأتركها تغلي حتى يعني يصير المحلول أقل مما هو عليه، يعني يصبح في الربع أو النصف. إذن كما تلاحظون تركنا قشور التفاح والماء تغلي حتى يعني نقص حجم الماء كثيرا، كما تلاحظون بهذا الشكل، هذه صار إلى كمية الربع. إذن هذا هو المحلول الذي حصلنا عليه، إذن الكمية صارت قليلة. إذن سأحتاج إلى مصفاة لتصفيتها. إذا نترك هذا المحلول جانبا، ثم سأمر لاستخلاص عصير الليمون الحامض. إذا الليمونة حامضة متوسطة، إذن هذه الوصفة رائعة جدا تقوم بتبتيت الحصى، يعني لا تقوم بتحريكها من مكانها فقط ولكن تقوم بتبتيتها، وهذا الأمر رائع جدا لأنه لا يجرح يعني المسالك البولية ولا الكلي، خصوصا لمن تحركت لهم باتجاه الحالب، بحيث في بعض الأحيان عند التبول يخرج دم، وهذا نتيجة يعني احتكاك أو جرح تلك الحصوات لقناة المسالك البولية. إذن بعد أن حصلت على هذا العصير سأقوم بإضافته إلى هذا محلول التفاح أو مغلى قشور التفاح. إذن وبهذا الشكل أكون قد حصلت على هذا المحلول. إذن هذا المحلول أو هذا الشراب يعني يشرب قبل الإفطار، يعني قبل أن نأكل نشرب هذا المحلول،
وكذلك قبل الغداء وقبل العشاء، يعني 3 مرات في اليوم. إذا هذا الشراب سيقوم بتدويب الحصى وتفتيتها. إذا كانت حصى صغيرة سوف تتفتت بالكامل، وطبعا إن كانت كبيرة الأمر سيتطلب بعض الوقت. يمكنكم المداومة عليها لمدة 3 أيام، وطبعا يجب الرجوع إلى الطبيب للتحقق. كذلك ملاحظة أخرى، يعني عند التبول يستحسن يعني التبول في إناء، وملاحظة يعني إن تفتتت الحصى أم لا. طبعا هذه الوصفة مساعدة طبعا لتفتيت الحصى. أنصحكم طبعا بمتابعة طبية، لأن يعني حصى الكلي أو أمراض الكلي هي أمراض يعني إن شئنا أن نقول يعني صعبة وتحتاج إلى المتابعة، يعني وألمها مبرحة جدا جدا. يعني أتمنى أن تكون الوصفة قد نالت إعجابكم، وأردت أن أشاطرها إياكم لأنها قد أعطتني نتيجة رائعة جدا وتخلصت من هذا المشكل. إذا أتمنى الشفاء لكل مريض، وأتمنى أن تكون الوصفة شافية ونافعة لكم. إذا زوروا موقعنا للمزيد من الوصفات، زوروا موقعنا مفتاح الحياة، وكذلك صفحتنا على الفيسبوك مفتاح الحياة. وإن كان لديكم أي استفسار أو تعليق أو تريدون المزيد من الشروحات، لا تترددوا في ترك تعليق. وإلى اللقاء في وصفات نافعة ومجربة.